معانا المهندس حسام الخولي الامين العام لحزب مستقبل وطن. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. يا ترى حضرتك رايك ايه في زياره القدس؟ هل حضرتك مع ام ضد؟ الاول لازم اوضح، انا وانا بتكلم برايي الشخصي مش راي حزب، لان الحزب ما اجتمعش وما شافش وما قالش قرار. ايوه فده رايي الشخصي. اتفضل. برايي الشخصي ان القضيه المثاره دلوقتي التوقيت بتاعها صعب شويه. انا بتكلم مش مجتمعا، دينيا انا مش هتكلم لان انا مش راجل بتاع دين، انما في الاول والاخر انا هتكلم على الاقتصاد. ايوه. لو انا رحت القدس او اي حد راح دلوقتي فهو مضطر ياكل ويشرب وينام، ده الف به، هيدفع بالشكل الفيصلي. تمام. وبالتالي هحول الجنيه المصري بتاعي لشيكل اسرائيلي. هل في هذا التوقيت اقتصادنا اصلا اللي حتى لو ده لو حتى احنا في العمره بنقول خففه شويه لان مصر محتاجه كل طيب مصر. هو مش على الصعيد الاخر يا فندم ان ده ممكن يكون دعم للاخوه الفلسطينيين اللي تحت الحصار؟ ما هو يا فندم انا بتكلم بوجهه نظري اقتصاديا، انا ما هدفع هحوط فلوسي للشيكل غصب عني، الشيكل ده رايح فين؟ في الخزانه الاسرائيليه. ايوه. يرجع على الفلسطينيين ازاي؟ ما اعرفش هيرجع لهم ازاي، انا بتكلم انما انا دخلت في الخزانه. انا اعني يرجع لهم لان هم فعلا فاتحين تجاره وبالفعل بيبيعوا وبالفعل عندهم محلات وبالفعل هم عايشين، فهو اي تحرك في التحرك مادي موجود في السوق عندهم هيعود عليهم بتاثير ايجابي، ده اللي انا بعنيه. ما ماشي يا فندم مع حضرتك، بس التحرك المادي هيعود الاول على الدوله المستضيفه، على الدوله اللي موجود فيها، الدوله اللي انا بحول فلوسي ليها. يعني لو طلعت ايطاليا دلوقتي فهحول يورو هتروح للحكومه الايطاليه. طيب حياتك. طيب هو لو بالمنطق ده، طيب ما هو اوقات كتير بيجي لنا احنا كدكاتره جامعه ان احنا نروح ندي دورات في البنوك مثلا، ففي راي برضو بيقول ان لا يجوز ان احنا نروح هناك لان الدوله محتله. طب ما هو بنفس المنطق احنا بنمنع اخواننا الفلسطينيين من العلم، حتى وان كان مروحنا هناك هيخلينا نحول عمله وهنصرف، فهل ده مش معناه ان هم اللي بيتظلموا يا فندم؟ عارفه، بس في فرق الاول بين سياسات معينه او افراد محدوده لحاجات معينه لزيارات معينه محدوده علميه، دي بتبقى خاضعه لحاجات سياسيه وعلاقات دول وعلم، وفي فرق بين افواج او اعداد. الافواج والاعداد دي سياحه. ايوه. السياحه بيبقى فيها زي ما بقول لحضرتك خروج من الاقتصاد المصري لاي دوله، هنا انا بتكلم الاول لاي دوله. فهل وقتها زي ما بقول لحضرتك واحنا كنا بنتناقش في الوضع الطبيعي في ناس مصريين، يعني حضرتك بتنظر لها اقتصاديا وليس سياسيا، يعني حضرتك لا تنظر لها ان هذا دعم للاحتلال او اعتراف الدوله الاسرائيليه. انا بنظر لها حضرتك ان اقتصادنا كاقتصاد، ما يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنقول المصريين اللي هم بالنسبه لهم العمره، في ناس بتحب تروح كل سنه. ايوه. بتحب دي المتعه بتاعتها. خد بال حضرتك اللي هيروح القدس ان ما راحش القدس هيروح فرنسا، يعني مش معنى ان القدس فتحت فسيتم تحويل العمله وتؤثر على الاقتصاد، وعدم زياره القدس هيساعد في منع تحويل العمله، هيحول لعملة أخرى. لا، لو اتخذت بمنطق زيارات دينية فالأعداد مش هتبقى فرنسا أو إيطاليا أو كده، هتبقى أعداد كبيرة. هنتكلم مش هقول زي العمرة السعودية. لكن هتكون بأعداد أكبر بكتير. مش سياحة خارجية لأي دولة ثانية، للبنان، لفرنسا، لا. إنما ده المنطق بتاعي دلوقتي. بس أنا دايماً مع الموضوع ان احنا لما بنيجي نتناقش فيه ولازم احنا نتعود على على, على كده في الشعب المصري، وانا اقولكم يعني ان احنا بناخد الموضوع ان في دايما اي موضوع ليه مزايا وليه عيوب. ايوه. وبالتالي بندرسه بهدوء، يعني ما لان دايما انا بخاف اما بيبقى حد بيدي فكره بتروح متاخده يا مع قوي يا ضد قوي. لا، مفيش فكره ملهاش ميزه وملهاش عيب. أشكرك يا فندم، فعلا كل حاجة لها وجهين للعملة. أشكرك يا فندم مهندس حسام الخولي. أشكرك. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا.